إذا كان عيد الأضحى هو يوم احتفال وفرحة، فما لاحظناه من خلال جولة في أحياء العاصمة هو التراخي في الالتزام بالإجراءات الوقائية لدى الكبار وخاصة لدى الأطفال الذين لا يرتدون في معظمهم الكمامات الوقائية. يديروا كمامات تحموا مسافة متر أو لازج مترات وتروح كورونا إن شاء الله. وإذا كان الأطفال بحكم صغر سنهم قد لا يستوعبون أحياناً خطورة الوضع الحالي بانتشار فيروس كورونا، فعلى الأولياء توعيتهم ومراقبتهم. أطفال صغار هم ما يعرفوش، راهم ضحية مجتمع، يعني نورمالمون الآباء ديالهم اللي يخرجوهم بالكمامات، أولاً لتفادي الأمراض والعدوى. وحنا هنا رانا يعني كبار بولادنا، ولو كان دخلك بالك للبيت راهم بناتي بالكمامات. هذه هما ما يعرفوش، هما والوالدين هما اللي يديروا الكمامات ويخرجوا لاولادهم. حنا ولادنا ما يديروا الكمامات ولا هادو صغار ما يعرفوش، كل ما يعطيلوش كمامه باباه ما يديرهاش، فهمتي؟ وربي يهديهم ان شاء الله. المرض كاين، انا مستعد العالم عالميا. هنا لو كان كل الجزائريين، مش الاطفال فقط، اطفال كبار صغار، كلنا كاع نمتثلوا لهذا التدابير الصحيه هذه الوقائيه، لانها ضروريه وضروريه جدا. كل الاولياء ينصحوا اولادهم باش يعملوا الكمامات هذه، لانها وقايه وصحه للجميع، صحه للجميع. وحنا نعلم انه الطفل كذلك ناقل للفيروس، ناقل من العوامل الكبيره اللي تنقل للفيروس، فان شاء الله يا ربي نكونوا واعيين على كل حال. في انتظار زوال الوباء لابد من توخي الحيطة والحذر بارتداء الكمامات واحترام مسافات التباعد، وذلك مهما كانت الظروف، لتفادي تحول فرحة العيد إلى مأساة حقيقية.